مساء الخير عن جديد لكل مشاهدي الاو تي في. في هذه الحلقة الجديدة من رح نبقى سوا لمتابعة كل التطورات على الساحة المحلية، واليوم في تطورات كثيرة بظل الغموض الذي يلف غدا يوم استشارات التكليف مبدئيا، وأيضا النهار الأول من المفاوضات غير المباشرة التقنية ما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. ضيفي بحلقة اليوم الكاتب والصحفي منير ربيع، أهلا وسهلا فيك باستوديو الاو تي في. أهلا وسهلا. رح نبدأ مباشرة يعني بالجديد شوي يمكن حماسي. غدا أي سيناريو متوقع للاستشارات؟ يعني حتى اللحظة ما في تأجيل، شو شايف؟ لحد هلأ الاستشارات بموعدها، هناك مساعي منذ ما قبل الظهر إلى الآن إلى تأجيل هذه الاستشارات إفساحا في المجال أمام الوصول إلى تفاهم سياسي بين بيت الوسط نزولا الشلوحي. نزولا عند مبدأ الميثاقية وتوفير الميثاقية، الاتصالات تحصل بين كل القوى السياسية. حزب الله والرئيس نبيه بري يقومان بالكثير من الاتصالات على خط بيت الوسط وميرنا الشالوحي في إمكانية لتوفير توافق معين وبالتالي تمرير الاستشارات غدا. الرئيس سعد الحريري يرفض تأجيل الاستشارات كي لا يتكرر معه سيناريو مصطفى أديب ويدخل بين هلالين الجرجرة والاستدراج، ورئيس الجمهورية أو الفريق الآخر يفضل تأجيل الاستشارات لتوفير أكبر مظلة من التوافق. بحال تم التوصل إلى توافق معين خلال ساعات الليل، ومعروف أنه لقاءات جبران باسيل وسعد الحريري ما بتصير إلا بالليل، إذا نجحوا بمسعى من حزب الله والرئيس بري، حزب الله خلينا نقول أكثر صح؟ الرئيس نبيه بري لما شاف الرئيس سعد الحريري قال له إذا بدك تشكل حكومة بدك تلتقي مع ثلاث أشخاص أو مع ثلاث قوى، بدك تلتقي مع حزب الله، بدك تلتقي مع وليد جنبلاط، وبدك تلتقي مع جبران باسيل. القصة منا قصة محبة، القصة قصة حسابات سياسية ولعبة سياسية، وهودي عندهم كتل نيابية. أنت عم بتقول بدك أصواتهم، سائل عنهم وعن أصواتهم. القصة ما بتتعالج بوفد نيابي يزور كتل نيابية، وهذه سابقة. انطلاقا من هذا المبدأ لدى الرئيس نبيه بري، يعني الرئيس الحريري يخرق الدستور؟ ايه طبعا برايك بالمشاورات اللي اجراها، بس هن كان واضح مش بس بالمشاورات اللي اجراها، بتسميه مصطفى اديب حتما. طب بكل الاحوال تحدث بمقابلته الاخيره عن تعديل دستوري، ما بنعرف شو هالتعديل اللي بده يكون. بس المبدئيا انه بتشوف انه الاستشارات قائمه؟ تحصل. خليني كفي، خلينا نوضحها لانه اوكي. ما خليني كفي، يلا تفضل. اوكي، اذا توصلوا لعقد جلسه او حصل اتصال او تفاهم بشكل او باخر، ممكن تمر الاستشارات غدا. خليني افترض ما توصلوا لاتفاق وتم الاصرار على بقاء الاستشارات بموعدها، شو اللي راح يصير؟ راح يتسمى الرئيس سعد الحريري. قد عدد الاصوات تقريبا؟ من اللقاء الديمقراطي 8، كتلة المستقبل 18، كتلة التنمية والتحرير 13 نائب. مش معروف إذا كتلة الوفاء للمقاومة رح تصوت للحريري ولا لا. هيدا السؤال. حزب الله شو بده يعمل؟ حزب الله ما صوت بالاستشارات النيابية إلا أربع مرات. المرة الأولى سنة 98 عند الرئيس سليم الحص، المرة الثانية سنة 2011 عند الرئيس نجيب ميقاتي لأنه كانت المعركة على المنخار، المرة الثالثة بحسان دياب، والمرة الرابعة بمصطفى أديب. صح. لم يسمي حزب الله يوما لا سعد الحريري ولا الرئيس رفيق الحريري بأي استشارات نيابية. إذا ما سمى حزب الله الحريري غدا سيكون هناك تفسيران. التفسير الأول هو أن حزب الله أراد أن يبيع الرئيس سعد الحريري موقف بالتكليف، وعلى الحريري أن يبيعه موقف بالتأليف، وبالتالي التمسك بشروط الحزب. وثانيا بالمعطى السياسي التفسير الثاني، حزب الله سيحرج الحريري بأصواته على الرغم من أنه سيكون مفضلا عليه، بمعنى نظرة الحريري أمام المجتمع الدولي هي أنه جاء بأصوات حزب الله وكل حلفاء حزب الله، لسيما أن القوات اللبنانية لم تسميه. الاختراق الوحيد الذي حصل هو بموقف وليد جنبلاط. طيب يعني ايه، نرجع شلنا حزب الله على جنب بانتظار ياخذ القرار، لا يزال موقفه غامض على كل حال. مصادر يعني تقول صحيح حزب الله صحيح، ايه صحيح. لا يزال موقفه غامض. منروح اذا التكتل اللبناني القوي ما سمي والقوات اللبنانيه لن تسمي، وثمان نواب مستقيلين، بيبقى
عندنا نواب المندى أربعة أو خمسة، خمس إذا نواب. إذا بدنا نحسب مصطفى الحسيني بالتكتل يعني وهو لا لا معهم خمسة، خمسة صح. وأصوات نائبين أو ثلاث نواب مستقلين، مستقلين إلي الفرزلي ونعمة فرين. إيه. وعندنا الشغل عم بصير على مسألة الميثاقية المسيحية، بما أنه يعني عدد نواب التيار الوطني الحر تكتل لبنان القوي والجمهورية القوية القوات اللبنانية يصل إلى حوالي 43 نائب، وفي سبع نواب مسيحيين مستقلين من المجلس، صرنا 50 نائب، بيبقى في 14 نائب مسيحي. أوكي. 14 نائب مسيحي، هل سيوفرون الميثاق إذا حصل على كل الأصوات منهم الرئيس سعد الحريري؟ هل سيعتبر ذلك كافيا من الناحية الميثاقية لتشكيل الحكومة؟ سابقا رفض الحريري التكليف وطلب من رئيس الجمهورية تأجيل الاستشارات عندما رفضت القوات اللبنانية إذا تفاجر. صح صح مزبوط. رفض تكليفه. هلا هل سيرضى بذلك؟ هناك نظرية دستورية، منها دستورية بتقول أصلا ما في ميثاقية يعني أنه بغض النظر تقول أنه الميثاقية تتجلى بتوقيع رئيس الجمهورية، إذا ما ضمن توقيع رئيس الجمهورية فإن الميثاقية متوفرة، ولكن منروح على حسابات سياسية مختلفة. نرجع للنقطة الأساسية، إذا حصل اتفاق اليوم قد يحصل تغير بموقف التيار الوطني الحر أو قد لا يحصل تغير، ولكن قد تمرر الاستشارات ونذهب إلى بين هلالين ونستخدم كلمة الرئيس نبيه بري الجهاد الأكبر فيما بعد بعملية التكليف، ولكن في عملية التأليف، ولكن يمر تكليف الحريري. طب اللقاء التشاوري، هناك معلومات تقول بأنه حتى اللقاء التشاوري صار في اجتماع مع النائب بهية الحريري بمنزل نائب فيصل كرامي، وهناك معطيات تقول أنه كان مشترط أنه إذا بيزوروا المستقبل بيسموا سعد الحريري، اتجاه هو أن يسموا؟ هناك اتجاهان داخل اللقاء التشاوري مثل ما درجت العادة، ربما يسمي نائبين أو ثلاثة بيسموا سعد الحريري أو نائب، لا لأنه في النائب اسم هاشم من ضمن كتلة التنمية والتحرير رح يسميه بطبيعة صح. الحال، وبالتالي بيسموه نائبين أو ثلاثة ونائبين أو ثلاثة ما بيسموه. طب في حال نحن وصلنا بكرة قدام سيناريو أنه ما في تأجيل، في استشارات، والرئيس الحريري سيحوز يمكن بفتكر على أكثر من 60 صوت كعدد أصوات، في حال حاز على هذه الأصوات برأيك الشخصي يعني خلص يتكلف وهو ما عنده مشكل بموضوع الميثاقية المسيحية؟ طالما هو مصر حاليا على أن يتكلف، وهناك من يقنع بنظرية الميثاقية بتوقيع رئيس الجمهورية، يعني سيرضى بهذا التكليف أولا، ثانيا هو يعتبر أنه سيمسك بورقة التكليف وسيصبح هو الرئيس المكلف، حتما لن تتشكل الحكومة سريعا، على الرغم من بعض التوقعات لديه بأنه سيكون قادرا على تشكيلها بشكل سريع وخلال أيام قليلة. المعطيات تقول إلى ما بعد الانتخابات في حال حصل التكليف. عم أقول هو شو عم بيقول. ايه ايه. أوكي؟ أنا عم أقول لك رح تكون طويلة بس على الرغم من أنه هو عم بيقول أنه قادر ينجزها بأيام قليلة. أوكي. بكل الأحوال حتما سينتظر أسبوعين ثلاثة أربعة لتخلص الانتخابات الأمريكية ويبين الجوهر، أو قد يظهر الجوهر ما قبل ذلك، ولكن بالحالين هون بس خليني أفتح هلالين، أنه إذا إجت نتائج الانتخابات الأمريكية وعاد دونالد ترامب الثنائي الشيعي يلتزم بنفس الشروط، بحال جاء بايدن قد تتعزز شروط الثنائي الشيعي، هذا بالمعطى المحلي يعني الحسابات المحلية. طب ليه خلينا شوي نفسر للعالم ليش في هذه المعطيات قد تتبدل، مع أنه في عالم بتقول لا نفس السياسة ستكون الأمريكية تجاه لبنان. ما بتتغير السياسة الأمريكية حتما، شو اللي طريقة التفاوض بتصير مختلفة، أسلوب تطبيق هذه السياسة يختلف، هناك رهان لدى إيران ولدى حزب الله على ذلك، أنا لا أقتنع به إلى حد كبير. قانون قيصر مثلا أحد أقسى القوانين الأمريكية، هو قانون ديمقراطي وليس قانون جمهوري، وبالتالي حتى لو فاز بايدن أي الديمقراطيين سيستمر تطبيق قانون قيصر. ايضا لو فاز بايدن يحتاج الى 6 اشهر لتشكيل فريقه
وللتثبت داخل البيت الأبيض، وبالتالي لا يمكن الحديث قبل 6 أشهر عن وجهة أمريكية جديدة. ثانيا أو ثالثا والأهم، لا يمكن لبايدن على الرغم من معارضته الشديدة لترامب أن يلجأ إلى تغيير جذري في السياسات أو إلغاء سريع للكثير من القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية. وهون بنرجع لحسابات البنتاغون وحسابات الكونغرس وحسابات مختلفة ومتعددة داخل الإدارة الأمريكية. تنرجع بس قبل ما نضيع، لأنه موضوع الحكومة بدي بس استفيد فيه. اليوم صار في اتصال، بادر الرئيس سعد الحريري للاتصال بوليد جنبلاط. هل هناك حصل لقاء مع حسين الخليل أمس؟ هذا بدي أسألك عنه، بس مع أنه حصل اللقاء، تم نفي هذه، وصار اتصال اليوم كمان، تم نفي هذه المعلومات من قبل بيت الوسط. ليست المرة الأولى، الرئيس سعد الحريري لا يريد أن يحرج بأنه عقد لقاء سياسيا مع أي شخص، ولكن لقاءه مع الحاج حسين خليل كان مفروض أن يحصل ليل الاثنين أعتقد. كان يفترض أن يتصل به بعد لقائه مع الرئيس نبيه بري، لم يتصل، تأجلت الاتصالات واللقاءات إلى يوم الثلاثاء. لا يريد أن يحرج بأنه عقد لقاء سياسيا مع أحد الأطراف، فسيجبر على اللقاء مع شخصيات أخرى، وبالتالي صدر هذا النفي، ولكن الأكيد أن اللقاء حصل. طيب بهذا اللقاء عندك أي معطيات؟ ماذا دار؟ لأنه هناك حاول الرئيس سعد الحريري أن يطالب بصلاحيات استثنائية للحكومة، طبعا حزب الله يرفض ذلك وقال أنه يرفض ذلك. قدم الحاج حسين خليل مطالعة سياسية بهذا الموضوع، أن الصلاحيات الاستثنائية كانت تصح ما قبل اتفاق الطائف نظرا لصلاحيات رئيس الجمهورية وطريقة تكليف وتشكيل الحكومة وموقع رئيس الحكومة وصلاحية رئيس الحكومة الذي لا يتمتع بأي صلاحية، كان يطالب حينها بصلاحيات استثنائية. حاول الرئيس رفيق الحريري أن يطالب بمثل هذه الصلاحيات، رفض الثنائي الشيعي في حينها ورفض النظام السوري، تم الاستعادة عنها بإعطائه وزارة المالية طوال فترة الوجود السوري في لبنان. وبالتالي إلى جانب هذه النقطة، أبدى حزب الله التمسك بتسمية الوزراء الشيعة والتمسك بوزارة المال. أما النقاش بالورقة الاقتصادية الإصلاحية الفرنسية فهي مؤجلة إلى مرحلة التأليف، لأن حزب الله لا يمكن أن يوافق عليها بكاملها، كما كان واضحا الحاج محمد رعد مع إيمانويل ماكرون في لقاء قصر الصنوبر بأننا نوافق على 90% منها ونرفض 10%. 10% هي تتعلق انتخابات النيابية كمان مبكرة، اوكي خلصت، بحكي الورقة الاقتصادية اتفق اللي بيرفضون حزب الله وشروط صندوق النقد الدولي. اوكي، وشفنا التظاهرات اللي صارت اليوم يلي هي تتعلق برفض شروط صندوق النقد الدولي كما هي. قيل في هذا الاجتماع انه طلب حزب الله مثل ما ذكرت قبل شوي انه هو يسمي الرئيس الحريري، صمت لم يرد. طلب الرئيس الحريري بالمقابل انه يعطيه شك على بياض على الورقة الاقتصادية للرئيس سعد الحريري، ما وافق الحزب، ما وافق الحزب. لا. طب يعني وكأنه من هالاجتماع ما كان إيجابي بارح، استمرت الاتصالات. أي. الرئيس سعد الحريري ما عمل المبادرة إلا هو بيعرف أنه حزب الله لن يتنازل، وقال حزب الله بشكل واضح، ما أعطي لمصطفى أديب يعطى للحريري، وما صح. حرم على مصطفى أديب يحرم على الحريري. وبالتالي أنا يعني ما بحب فوت بهيدي السجالات انه شو قال له شو القصه، بتنقرا من العنوان من المبدا. بمجرد ان اقدم الحريري على هذه الخطوه يعني هو فتح باب للتفاوض. هو هلا بالخلاصه عنده احتمالين، يا اما بيرضى التكليف وبيروح على تاليف الحكومه، يا اما بده يقدم التنازلات المطلوبه منه لحزب الله. وبما انه التقى مع حزب الله وعطى حزب الله اللي بده اياه، سواء بقصه انه حزب الله بيسلم 10 اسماء وهو بيختار منها، هذا سينطبق على جنبلاط، سينطبق على تيار الوطني الحر، وسينطبق على كل القوى التي سمته وكلفته وتطالب بالمشاركة بهذه الحكومة. هل سيكون قادرا على فعل شيء؟ إذا فعل تكون المبادرة الفرنسية انتهت. فرنسا لم يعد يعنيها شكل الحكومة، ما عم تتدخل هلا ابدا، لا عم تتدخل مبلا، عم تتدخل. إيه؟ طيب شو رأيك بترشيح الحريري لنفسه؟ طبعا هن كانوا عتبانين، كانوا مزعوجين واعتبروا أنه الحريري ورطوا لمصطفى أديب وحرموا من القيام مما قام به هو، يعني أباح لنفسه ما لم يسمح به لمصطفى أديب، واعتبروا أنه هذا انطلاقا من مبدأ أن الحريري لا يريد أحد غيره. ولكن الحريري قدم نفسه منقذا للمبادرة الفرنسية،
والمبادرة الفرنسية كانت بالفعل تحتاج إلى منقذ في لبنان، فاضطروا يتعاطوا إيجابا مع الحريري، ولكن حصل اتصال بالحريري من قبل الفرنسيين أمس، طلبوا منه التواصل مع وليد جنبلاط بعد موقف التصعيد الذي أطلقه وليد جنبلاط، كما حصل اتصال فرنسي قبل يومين بوليد جنبلاط للوقوف على خلفية هجومه على الحرير. بس استضاحا لهذه النقطة تحديدا، ولكن أصبح معي عبر الهاتف عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر، بدي رحب فيك سعادتك عبر هواء الأو تي في، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. غدا يعني السؤال البديهي، هناك غموض يلف، ماذا سيحصل في الاستشارات؟ سعادتك حتى هذه اللحظة الاستشارات قائمة، وما دقة ما يقال؟ هناك اتجاه لتأجيل بمساعي ما بين تدخل يعني مساعي على خط بيت الوسط وميرنا الشالوحي وقصر بعبدة. عفوا بس الحياة قطع شوي الصوت. يلا حأرجع عيد سؤالي، ما مصير غدا الاستشارات؟ هل مظبوط قائمة حتى اللحظة؟ وما دقة المعلومات أن هناك اتجاه لمسعى يكون توافقي على خط بيت الوسط ميرنا الشالوحي قصر بعبدة يؤدي إلى تأجيل لبعض لأيام عدة لهذه الاستشارات؟ والله ما عندي علم بهالشيء، اللي بعرفه أنه تحددت مواعيد اللقاءات، ونحن مواعدنا بكره على الساعه 10، وبعرف انه في كتل ثاني غيرها كمان من الصفين، وسمعنا انه في كتل عن مواعيدها، يعني فاي عمليه تاجيل ما بتصور انه في تاجيل في عمليه الاستشهاد. ليس هناك من مسعى من قبل حزب الله والرئيس بري انه يفوت على خط الوزير باسيل والرئيس سعد الحريري ويكون في توافق اكبر على اسم سعد الحريري وتوافق مسيحي، خليني اقول انه يحوز على اصوات مهمه مسيحيا بظل مقاطعه القوات والتيار؟ والله ما عندي فكره انه شو اللي عم يعمله الرئيس بري، اذا كان عم يسعى بهالمجال او لا. بعرف انه الرئيس بري مهتم، وبعرف انه الرئيس بري من يعني من اللي بدهم الحقيقه يسموا دولة رئيس الحريري. فهلا بعرف انه هو بيلعب دور كبير دائما يعني بكل المحطات السياسيه، وبعرف كمان بانه هو بيهمه تسميه الرئيس سعد، اصلا هذا شيء ما خفي لهلا ولا بالسابق يعني. وهلا يمكن هو حسب ما عم بفهم انه هو كثير حريص على تكون هناك فرصة للرئيس الحريري لتثبيته، وهو يعتبره انه هو المؤهل لهذه المرحلة اكثر من اي شخص اخر. سعادتك ماذا عن موقف حزب الله؟ هل عندكم اي معلومات او قالكم انه سيتم تسمية الرئيس سعد الحريري غدا؟ لا ما جابوا سيرة بهالشيء، قالوا انه هم عندهم اجتماع للكتلة بعد الظهر، وانه ساعتها بياخذوا قرار. بس نحن اصلا كان اتصالاتنا هي مش مشان نشوف عمليه من يسمي او يعني ابدا ما كانت بهالشيء، ولا بدال لا بالتكليف ولا بالتاليف. كانت الحقيقه معتبرين نحن بانه هذا البرنامج او المبادره الفرنسيه هي المفروض تكون اصل في اي مسار حكومي، وانه هي المفروض يكون مشروع لاي حكومه قادمه مين ما تكلف ومين ما ألف. حكي عن اتصال مهم بين الرئيس سعد الحريري إلى الاتصال بوليد جنبلاط، كيف كان يمكن مضمون هذا الاتصال؟ كان إيجابي؟ هناك اتجاه؟ بعرف أنه أكيد أنه كان في تواصل، وحسب المنعم كان إيجابي. وهناك اتجاه أن يسمي لقاء ديمقراطي غدا سعد الحريري، صحيح؟ والله إذا ما ترك لهم، بس نتصور أنه الاتصال كان إيجابي والتواصل كان إيجابي، وبعدين بيضل وليد داك مش بعيد عنا، بيضل في علاقه كثير مهمه بيننا وبينهم، تاريخ يعني طويل عريض. تتوقع ان يكلف غدا الرئيس سعد الحريري بعدد اصوات يعني لا باس به خلينا نقول؟ وماذا عن ما يحكى الميثاقية المسيحية؟ لأنه في القوات مقاطعة اسم الحريري لن تسمي، والتيار كمان بعد ما لن يسمي الحريري، ولكن مش معروف بعد ماذا سيفعل غدا. يعني إذا كان عندهم أي موقف افترضنا سلبي أو إيجابي، شو علاقته هذا بالميثاقية؟
وقت تكليف حسان دياب سعادتك كان في يعني انتعاض انه لم يكن بتكليف بميثاقيه سنيه يعني. لا اصلا انا من الناس اللي لا يؤمنوا بعمليه الميثاقيه، وانا بعتبر انه الميثاقيه يعني هي اختراع بالنهايه ادى الى يعني تعسير معظم الامور بالدل من تيسيرها. الميثاقيه نسبه الى الميثاق، والميثاق معروف شو كانت مواده، والميثاق بعدين صار جزء من الطائف. وين بالميثاق في هالشيء هذا؟ يعني كان اصلا نص على ان كان باتفاق الطائف ولا كان ترجم نصوص دستوريه. فبعتقد انا انه صار في امعان باستخدام قصه الميثاقيه، والحقيقه الشيء عم بيؤدي الى تعطيل البلد اكثر من الحقيقه يعني تيسير الامور. سعادتك حكي عن لقاء حصل بالامس ما بين الرئيس الحريري والحاج حسين خليل وضيفي هلا كمان عم بياكد حصول هذا اللقاء، هل في معطى انه فعلا حصل وكان يعني كان هناك تمسك حزب الله بتسميه وزرائه ورئيس الحريري طلب بتنفيذ الورقه الاصلاحيه شيك على بياض ولكن الحزب رفض؟ ما عندي اي فكره عن اولا اجتماع الخليلين، ممكن يكون صار اتصال، لا عندي فكره عن الاجتماع ولا عن مضمونه. والاتصال الفرنسي، هل الرئيس الحريري تلقى يمكن ما بعرف اتصالات فرنسيه، ما موقف الفرنسي من مبادره الرئيس سعد الحريري؟ هناك اجواء؟ الفرنسيين عن يعني الرئيس الحريري على تواصل دائم مع الفرنسيين، الفرنسيين على طول عم يتواصلوا مع القيادات اللبنانيه للتسريع ب يعني تاليف حكومه، لانه بيعرفوا انه ما في مجال اي شيء يصير بدون حكومه. فهذا من ضمن اهتمامهم بنجاح مبادرتهم. ومساله الفيتو السعودي هل رفع؟ يعني في كثير اسئله تطرح او تغير اي موضوع؟ والله ما بعرف منين بيجيبوا فيتو سعودي. فيتو سعودي ليس هناك من فيتو سعودي. انا ما علمي اولا، ولا السعوديين بعادتهم انهم بيعملوا فيتو على حدا يعني. اها ما في فيتو يعني؟ ما على علمي انا في اي شيء، لا يعني عن جد ما بعرف منين بيطلعوا بقصص الفيتو وما في حال غدا حط التيار الوطني الحر تكتل لبنان القوي، اذا كان في استشارات وباقيين حتى اللحظه، تسميه بعهده رئيس الجمهوريه، ماذا سيكون عليه مصير هذه الاستشارات؟ ممكن تخلق مشكله دستوريه؟ اول شيء طبيعي، يعني ما في شيء اسمه ينحط بعهده، هذه صارت بايام يمكن بأول حكومة بعهد صارت بعهد أمين لحود، والرئيس الحريري رفض التكليف بوقتها. صحيح الكلام. شو ممكن يعمل الرئيس سعد الحريري يا سعادتك بحال صارت؟ ليك لأقول لك شغلة، أول شيء الطريقة اللي صارت فيها هي الحقيقة كانت بوقتها لتنفيره، ما بعتقد إنه هذا نهج الرئيس. أنا على كل خلي ننتظر لبكرة ونشوف شو اللي بصير. تتوقعون يعني انه يروح المنحى هيك التيار، وفي حال يعني ذهب الى هذا المنحى شو راح يعمل رئيس سعد الحريري اذا حط التسميه بعهده رئيس الجمهوريه؟ على كل حال ننتظر لبكره، انا بحب بجاوب على الاشياء الافتراضيه. فاذا انتظار لبكره ان شاء الله. شكرا لك عضو المستقبل على هذه المداخله، شكرا نائب سمير الجسر. ماذا تتوقع؟ يعني كان بدي فوت في هذه النقطة، في حال حط تكتل لبنان القوي التسمية بعهدة رئيس الجمهورية، يبدو كان في اجتماع على التكتل، يعني في طرحت الفكرة، طرحت ونوقشت ولم يتم البت فيها. ما بعرف إذا فعلا لم يتم البت فيها أم يعني تركت للإعلان عنها غدا كي لا، أو بانتظار ما ستفضي إليه الاتصالات إذا ما كان حصل اتصال ما بين الحريري وباسيل، يتم التراجع عن هذه الخطوة. بحال بقيت الأمور معقدة قد يلجأ التيار الوطني الحر إلى مثل هذه الخطوة، ولكن هذه ستكون إمعانا في ضرب الدستور، إمعانا في بين هلالين، أكثر من زكزكة بسعد الحريري. سيحرج سعد الحريري إذا ما كان سيقبل مثل هذا التكليف. أولا علينا أن ننتظر ماذا سيفعل رئيس الجمهورية بهذه الأصوات، هل سيجيرها لصالح الحريري وهل سيقبل وهل سيحجبها عن الحريري؟ سيجيرها للرئيس الحريري؟ لا،
عم بحكي بكون بهيك حاله في احتمالين صح ما هيك؟ صح الاحتمال الاول انه يجير له اياها اوكي والاحتمال الثاني انه يرفض تجييرها اذا جير له اياها بصير الحريري محرج اكثر هل بيقبل هيدي الاصوات شو برايك بيكون في حال لانه هيدا مطروح يعني سيناريو طبعا. مطروح بقوه اذا كان في بكره استشارات خلينا نكون واضحين ماذا قد يفعل سعد الحريري الرئيس سعد الحريري في حال عمل هيك توجه التيار يعني او تكتل لبنان القبيل. بالتكليف الماضي اخر حكومه شكلها الرئيس الحريري قبل ما يستقيل عملوا ايه؟ هيك كتله نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي ايه؟ ولكن كانوا اربع نواب مرقت القصه واعتقد ايضا نائب جميل السيد عملها ناسي مرقت القصه باعتبار انه عدد نواب ضئيل اوكي بس 29 نائب او 28 نائب اذا عملوا هيك رح تكون صعبه على الرئيس سعد الحريري الا اذا قرر كمان يتنازل عن هذا الموضوع ومنا صدفي رح يكون هذا القرار بعد كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالامس عن الطائف عن الدستور واشغال اللبنانيين بجدل اخر اللي هو نقل المعركه الى مكان اخر وخاصه ان الحريري قد فتح الباب يوم الخميس الماضي عندما قال لابد من ادخال تعديلات دستوريه الى الدستور سانتقل الى عضو كتله التنميه والتحرير النائب قاسم هاشم اهلا وسهلا فيك اهلا فيك سكايب. مساء الخير الى كل الضيوف اهلا وسهلا فيك ضيف ضيم على كل حال عنا الله ماذا سيحصل غدا سعادتك بموضوع الاستشارات هل نحن امام استشارات ولا امام تاجيل محتمل نحن حتى اللحظه استشارات قائمه في موعدها ان لم يطرا طبعا اي موضوع قد يفضي الى التفاهم على تاجيله من ضمن تفاهم طبعا ولكن حتى الان الاستشارات ما زالت قائمه والكل يعمل على ان تكون هذه الاستشارات غدا وفق ما تم الاعلان عنه ووفق ما افضت اليه الاتصالات والمشاورات بين طبعا كل الكتل النيابيه كل من موقعه وباسلوبه والياته وقنواته مع ما يجريه الرئيس سعد الحريري من مشاورات لكتلته او بالاحرى وتكليف منه مع كل الكتل النيابيه دون استثناء. طبعا الامور ما زالت حتى الان على حالها لم يطرا اي جديد الا بمواقف الكتل التي سمعنا وطبعا نعرفها بس تصحيحا سمعت ضيفي كان عم بقول كتلة التنمية والتحرير 13 كتلة التنمية والتحرير 17 صحيح وانا كان بدي اقول له مزبوط 17 كتلة التنمية والتحرير بفتكر انت مغلط بين كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير ضيفي ايه بتصير بس لا لحظة 17 انا حسب ساعدته على كتلة اللقاء لا يعني كتلة التنمية والتحرير موضوع اللقاء ما بيحضر اجتماعات اللقاء التشاور لا ما إلا على في النائب مصطفى حسين لا يا عيني 14 مصطفى حسين مصطفى الحسيني مع احترامنا مين مع مين كتلة التنمية ما تغيرت لا 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 كتلة التنمية والتحرير منذ تشكيلها منذ الانتخابات لليوم 17 نائب 17 لم تتغير ابدا انا لم انتمي الى كتلة اللقاء التشاور انا عضو في اللقاء السياسي ولكن ككتلة نيابية أنا كتلة التنمية والتحرير واضح يعني الأمر أكيد كتلة التنمية لم يتغير عددها ولا يوم بس هلأ عم بتقول أنه كتلة التنمية والتحرير 17 لتعلو أصوات سعد الحريري الرئيس سعد لا الحريري لا كتلة التنمية والتحرير 17 هذا أمر يعني ما في لا لبس ولا محاولة التلاعب لا بالموارب ولا بالمباشر ولا غير المباشر يعني هذا موضوع لا له علاقة لأنه بالسياسة له معنى نحن بنعرف يعني بنعرف الالاعيب والتشاطر بس طبعا ضيف مش قاصد سياسيا يعني سقط سهوا وكتله التنميه لا 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 يعني عم نعمل ما انت عم تغمزي كمان بدون بحاجه نحن ما وقفنا واضحه شو قال؟ انا عم بسمع ما عم بغمز بس بسال لو بصح لي يكونوا 20 و25 ما بمانع ولا يهمك طيب خليني اسالك على موضوع الرئيس بري وحزب الله هل مظبوط في مساعي انه تتاجل الاستشارات ان دخل يبدو حزب الله على الخط ما بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل والرئيس بري كمان في هذا الجو اذا ضبطت المساعي تتاجل الاستشارات طبعا موضوع الاستشارات تاجيل اليوم استشارات مثل حتى اللحظه قائمه موضوع تاجيل الاستشارات هو يجري بالتشاور
بين دولة الرئيس نبيه بري وفخامة رئيس الجمهورية وفق الأصول والعادة والأعراف وكل ما يعني اللعبة الديمقراطية وموضوع الاستشارات. حتى الآن طبعا الأمور ما زالت هي الاتصالات والمشاورات لم تتوقف منذ 48 ساعة، ليس فقط بدء مشاورات الرئيس الحريري إنما اتصالات على كل المستويات. الرئيس بري قام بدوره وما يبلي عليه واجبه الوطني والرسمي من موقعه بكل ما عليه لتسهيل وتدوير الزوايا في أكثر من مكان وأكثر من موقع، وهذا طبعا ما ينتظره دائما من اللبنانيون، وهو طبعا بذل جهدا كبيرا. وطبعا ما في مسعى من حزب الله لحتى يفوت على يعني على خط تسخين الخطوط لحتى تتأجل هذه الاستشارات؟ ما في مسعى؟ مش بالضروري، مين قال انه لا تتأجل؟ يعني في كلام انه نكون اكثر مروني، نفتش عن مخارج، نحن بحاجة لعامل الوقت بالعكس الإيجابي وليس السلبي. التأجيل قد يفيد لطبعا إزالة بعض الشوائب وبعض العثرات من أمام التكليف السهل والمريح، هذا أمر واضح بعد بعض المواقف التي سمعناها اليوم. لكن في كل الأحوال قد تستمر الاستشارات إن لم يكن هنالك مانعا أو لم يكن هنالك ما هو يستوجب من طارئ على التأجيل من خلال إمكانية تغيير بعض المواقف لأي سبب من الأسباب. وحيثما أصبحت المواقف واضحة للجميع وجلية كيف ستسير عليه أمور الاستشارات ومواقف الكتل النيابية الأساسية. طالما أصبحت جلية كتلة التنمية والتحرير ستصوت ستسمي خلينا نقول سعد الحريري، صحيح؟ بالمبدأ الكتلة طبعا صباحا قبل اليوم كان في اجتماع مطول لكتلة التنمية والتحرير، بحثت في الموضوع الحكومي من كل جوانبه بما يتوافق ورؤية الكتلة ومصلحة البلد وموضوع التسمية تركته للحظة الأخيرة. ودائما الكتلة إيجابية ومعروف موقف الكتلة الإيجابي من كل موضوع الحكومة على مستوى المبادرة الفرنسية. بس اتجاه لتسمية الرئيس سعد الحريري صح، لأنه قبل شوي قال النائب سمير الجسر أنه الرئيس بري طبعا طبعا يعني ما في من البداية الرئيس بري موقفه معروف أو موقف الثنائي من البداية كان معروف، وكان إصرارهم وكان محاولاتهم اللي بدلوها طبعا أن يكون الرئيس الحريري هو المرشح أو من يسميه ويدعمه، هذا كان قبل تكليف دكتور مصطفى أديب. بالتأكيد الرئيس بري إيجابي، هذا أمر لا يحتاج يعني إلى تفصيل أو تمحيص الحريري غير. أو تمحيص يعني بالتأكيد أوكي. إذا كان الأمر يستوجب ذلك. ماذا عن حزب الله؟ سيكون الموقف إيجابي في كل الأحوال، حزب الله دائما موقفه منسجم مع المصلحة الوطنية والظروف الموضوعية اللي طبعا هي الأساس اللي بتحكم موقفه وموقف كتلته. وأعتقد الاتصالات طبعا كانت إيجابية، الكل أعلن عن ذلك، واليوم نحن بظرف استثنائي بيستدعي مروني أكثر، تدوير زوايا، وطبعا الأمر يتعلق بكثير من الموضوعية اللي عم نشوفها اليوم بمواقف أكثرية الكتل النيابية. المفترض أن تتعاطى بإيجابية وتعمل على تسهيل تشكيل الحكومة بأسرع وقت. سعادتك اسمعني بس بهذا الخبر، الرئيس عون قرر تأجيل الاستشارات النيابية أسبوعا بناء على طلب كتل نيابية لبروز بعض الصعوبات. هيدا خليني أقرأ حرفيا، خليني بس على شيء صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: قرر رئيس الجمهورية العماد مشعل عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة
مقرر يوم غد الخميس أسبوعا، أي إلى يوم الخميس 22 تشرين الأول 2020 بالتوقيت نفسه يعني الساعة 9، وذلك بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها. يعني سعادتك كنت عم بتقول قبل شوي أنه لا، في استشارات وقائمة. أنا قلت إيه؟ حتى حينه هلا وإذا ما طرأ أمر يستدعي ذلك. طبعا الاتصالات كانت مستمرة، وقلت أنا ممكن يصير تأجيل استشارات بناء على الاتصالات فخامة الرئيس الدولة الرئيس نبيه بري بعد الوقوف على طبعا آراء الكتل وجوجلة طبعا المواقف وما سترسو عليه هذا الموقف، لأنه نحن بحاجة لكل الإيجابيات. ما الذي تبدل برأيك سعادتك لحتى يطلع بعض المواقف؟ في كثير من القضايا، خلينا نكون واضحين، ممكن كان بكرة، يمكن أنا سمعت شوي نقاش مع زميلنا سمير الجسر حول موضوع قرار كتلة لبنان القوي انه بموضوع اصواته التسمية طبعا واضح انه ما كانوا رايحين على تسمية الرئيس الحريري. هذا ممكن الموقف قد يخلق إشكالية، ما اراد الرئيس الحريري طبعا بالفترة الماضية الموضوع الميثاقي، هذا موضوع جانبي، موضوع إيداع الأصوات أو طبعا تكليف فخامة الرئيس إيداع الأصوات، أمر إيداع الأصوات بمعنى التسمية وأبقاء هذه التسمية لدى رئيس الجمهورية أمر مختلف على أن يتركوا لرئيس الجمهورية أن يختار أو أن يفعل ما يشاء بهذه الأصوات. هذا الموضوع هون نقطة خلاف، ويمكن ضيفك آلة حصلت مع الرئيس رفيق الحريري، رفض هذا الأمر. هذا الموضوع لأنه واضح في الاستشارات ملزمة، الاستشارات الملزمة طبعا بدها موقف واضح، يعني الكتل النيابية تسمي الاسم بالتحديد أو لا تسمي، أو ولا تستطيع أن تترك الأمور لفخامة رئيس الجمهورية، لأنه مادة 53 من الدستور واضحة أنه فخامة رئيس الجمهورية يكلف رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي بعد استشارات ملزمة، بمعنى أنه هنالك عدد أصوات النواب الكتل النيابية، كل من سمى كيف كان توزيع الأصوات هذا أمر طبيعي، ولا يستطيعون أن يكلفوا فخامة الرئيس أن يفعل بأصواتهم ما يشاء. أوكي. هذا يعني أمر واضح بالدستور. أنت تقرأ في تأجيل الاستشارات أنه قد يكون موقف تكتل لبنان القوي بوضع التسمية لدى رئيس الجمهورية هو الذي خلق إشكالية، وهو الذي أدى إلى تأجيل هذه الاستشارات، هذا ما تقرأه؟ حكما هذا قد يأخذنا غدا إلى نقاش وجدل، وليس النقاش إلى جدل نحن بغنى عنه، جدل دستوري حول الصلاحيات، ونحن نسمع اليوم بموضوع تعديل الدستور هنا وهنالك، يكفينا ما نحن فيه اليوم، نحن بغنى طبعا عن أي أبواب جديدة لسجالات لا يمكن إلا أن تكون نقطة سلبية في مسار الحكومة أو في المسار السياسي العام الذي نعيشه اليوم. شكرا لك قاسم هاشم على هذه المداخلة. بدي أسمع من أستاذ منير أرابيع رأيك بتأجيل الاستشارات، وما هي الدوافع التي قد تكون وراء هذا التأجيل؟ هل مظبوط أنه الاتجاه لموقف تكتل لبنان القوي اللي كان سيخلط الأوراق؟ يمكن عدم توفر ميثاقية أولا، لأنه كل القوى السياسية أصبحت أسيرة الميثاقية. بالمناسبة أنا أؤيد ما قاله النائب سمير الجسر بخصوص الميثاقية وهذا الاختراع، ولكن أصبحنا أمام هذا الواقع السياسي. بس هو السياسي يقول أنه لا، ما أولا في مشكلة يا نائب سمير الجسر بموضوع غض النظر، أنا عم بحكي بعض القوى، لا الرئيس الحريري بتعني له أولا. ثانيا المشكلة الأساسية ماذا لتجنب سيناريو مثل إيداع التيار الوطني الحر أو كتلة لبنان القوي الأصوات لدى رئيس الجمهورية والتصرف بها، وبالتالي كي لا يجبر الحريري على الاعتذار تم الوصول إلى تأجيل هذه الاستشارات إفساحا في المجال أمام المزيد من الاتصالات بين القوى السياسية للوصول إلى تفاهم معين، ربما يحصل تواصل بين الحريري وباسيل، بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، بين قوى سياسية بس أخرى. بس بدي لك نقطة مهمة، يبدو أنه الرئيس نبيه بري مثل ما عم يجي على الجروبات يعني هي رسمية، الرئيس نبيه بري ضد تأجيل الاستشارات النيابية ولو ليوم واحد، هذا يعني من عين التينة،
شو شايف بما يحصل حاليا؟ إذا ما كان هذا الكلام صحيحا يعني أن الخلاف يكبر بين الثنائي الشيعي وبين رئاسة الجمهورية أولا، ثانيا هل يعني ذلك أن رئيس الجمهورية قرر تأجيل الاستشارات بدون موافقة رئيس مجلس النواب أو بدون التنسيق مع رئيس مجلس النواب؟ يعني هيدا هو السؤال الأساسي، بس أنا هلأ اللي شفتها كنت ممكن أطرحها يعني على النائب قاسم هاشم، ولكن هذا الجروب الموجودين فيه هذا جروب عين التينة يعني. كما قلت في بداية الحلقة الرئيس بري والثنائي الشيعي كانوا يرفضون تأجيل الاستشارات ويعملون على تسوية معينة بين الرئيس سعد الحريري والوزير السابق جبران باسيل أو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. على ما يبدو لم تنجح المساعي، اتخذ رئيس الجمهورية هذا القرار بعد كل ما ذكرناه حتى ما نرجع نعيد ونكرر كل السيناريوهات اللي قلناها، ولكن إذا ما صدر هذا الموقف عن رئيس المجلس يعني أنه لم يحصل أي تنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي، عطفا على الخلاف الحاصل على تشكيل الوفد المفاوض بترسيم الحدود. برأيك هيك يعني أن المشكلة تتعقد أكثر فأكثر. سنتابع النقاش يعني الحماس يبدو بموضوع الاستشارات، ولكن بعد هذا الفصل. عودة لمتابعة هذه الحلقة من رح نبقى سوا. يعني في تطورات كثيرة، كنت عم بتقلي كيف قرأت موقف الرئيس بري، ولكن رئيس الجمهورية هذه صلاحيته يعني أنه يأجل الاستشارات حتى لو رئيس مجلس النواب، ضد هذه صلاحية رئيس الجمهورية صحيح؟ أوكي، بس كان في كلام أولا دستوريا لابد من التنسيق بين الرئيسين لأنه هذه استشارات نيابية. إذا حصل تنسيق يعني حصل خلاف، وإذا لم يحصل تنسيق ستكون تداعيات هذا القرار قرار التأجيل أيضا خلاف. هل هذا الخلاف يرتبط بالخلاف على تشكيل الوفد المفاوض بموضوع ترسيم الحدود؟ يعني ننتظر المزيد من الخلافات، هذا تعقيدات أكثر وأكثر. هذا على صعيد العلاقة بين رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية. حزب الله وين بهالمعادلة؟ مع الرئيس بري صح ولا وينه؟ مع الرئيس بري بهذه المعادلة، خاصة بعد مسألة تشكيل وفد ترسيم الحدود. هذا أولا. ثانيا، حزب الله يعتبر أن الرئيس عون والوزير جبران باسيل يعملون على اتخاذ قرارات ترضي الأمريكيين تجنبا للعقوبات، وبالتالي هناك شيء ما يتعلق بالابتعاد ما بين الطرفين. قد يستمر التحالف لسنتين طوال فترة العهد، ولكن ما بعد السنتين حتما سنكون أمام مشكلة كبرى بالسياسة وبالواقع الاجتماعي، ليس سياسيا فقط، الواقع الاجتماعي يعني اجتماعيا يعني بشريا، يعني هذان المجتمعان المختلفان. إذا بدي أرجع لنظرية شعب الشعوب اللبناني، بس مش وكأنه كان في مثل اتفاق ضمني وحلف كمان عم يتركب، ما بعرف رباعي جديد. هلا هلا بوصل لها بالسياسة، بس خليني بالفكرة الأولى. التحالف الاجتماعي اللي ركب بين هلالين، بين الشيعة والمسيحيين طوال الفترات الماضية، أصبح معرض للاهتزاز بسبب العقوبات، بسبب كل ما يجري على الساحة اللبنانية. وإذا ما كان نظرية الإرهاب التكفيري والحرب بسوريا وإلى ما هنالك كلها تعزز من هذا التحالف، الآن خلصت هذه النظرية، إلا إذا بدهم يرجعوا يفيقوا هودي التكفيريين بشي محل لحتى يرجع يتعزز هذا المنطق. وبالتالي نحن عم نروح على حسابات أخرى، على تحول آخر. هذا التحول سينعكس على العلاقة بين الطرفين. بالحد الأدنى المسيحيين هن أساس البلد اقتصاديا اجتماعيا صناعيا، بهذه المؤسسات بهذه الشركات التي أصبحت إما مفلسة إما غير قادرة على التعاطي مع النظام المصرفي. النظام المصرفي الذي أسسه المسيحيون أيضا أصبح منهارا، وبالتالي يشعر المسيحيون بأنهم خسروا الكثير من الامتيازات بسبب العقوبات بسبب الحصار. نحن غير قادرين على مواجهة الغرب إلى ما هنالك. هذا بحث بده حلقة لوحده. بكل الأحوال لا أرجع للسياسة، أيضا من بين الخطوة التي اتخذها رئيس الجمهورية قد يكون لديه استشعار أنه أنا رئيس الجمهورية القوي، لست باش كاتب، لا ألتزم بما تملونه علي. بعد كم صلاحية يعني بالأخير رئيس الجمهورية يحق له، وبالتالي يشعر بأن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر أكبر تكتلين مسيحيين يرفضان تسمية الحريري، لا يمكن كمان هيك على الطريقة اللبنانية، لا يمكن
وبمنطق الرئيس عون. لا يمكن لوليد جنبلاط ونبي بري وحزب الله وسعد الحريري يجوا يتفقوا يقرروا رئيس الحكومة أن يشكلوا من دون المسيحيين. صحيح. قد تكون هذه خلفية تأجيل الاستشارات أيضا. راح نشوف أكثر موقف يمكن مفصل من عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطلة، أصبح مباشرة معي عبر الهاتف. مساء الخير سعادتك. مساء النور لحضرتك وللأستاذ ربيع وللمشاهدين. بس قبل ما أدخل معك بالنقاش، هناك مصادر مطلعة جدا على الجو في قصر بعبدة تقول أنه وردا على ما قيل أنه رئيس بري يعني ضد تأجيل الاستشارات، هذه المصادر تقول أنه بعض الكتل النيابية تمنت على رئيس عون تأجيل الاستشارات أسبوع لمزيد من التشاور ولتذليل صعوبات برزت خلال اليومين الماضيين، وهذا ما دفع رئيس الجمهورية إلى تأجيل الاستشارات. على كل حال، على كل حال بس بقدر دغري اطرح السؤال، بركي بنساله لإله، خليني انا بلش وبرجع بعطيك اكيد الكلام. لا بس اذا بيوضحوا لنا مين الكتل، لانه اذا الرئيس بري رافض يعني حزب الله رافض، فمين الكتل اللي طلبت؟ النايب سؤال، ما الذي برايك دفع الى تاجيل الاستشارات؟ هناك قبل شوي انا ابقى قاسم هاشم وهو عضو بكتله التنميه والتحرير قال انه قد يكون موقف تكتل لبنان القوي الذي تتجهون لأنكم تاخذوه كنتوا بكرة أنه تحطوا التسمية بعهدة رئيس الجمهورية خلق بعض المشاكل، قد يكون هناك مشكلة دستورية تعيد خلط كل الأوراق، وبالتالي قد تكونوا متهمين أنتم كتكتل لبنان القوي بأنكم تعرقلوا هذه الاستشارات. ما الذي دفع برأيك رئيس الجمهورية إلى تأجيل هذه الاستشارات؟ موقفكم؟ بدك تسمحي لي بالبداية أوضح كم شغلة. تفضل. بالأول تعليقا على تحليل أو جملة على ضيفك الكريم بأنه حزب الله ينظر إلى فخامة رئيس الجمهورية وإلى التيار الوطني الحر أو الوزير جبران باسيل بأنهما يحاولان استرضاء الأمريكيين من أجل الهروب من العقوبات. هذا موضوع أول شيء في الاتجاهين غير صحيح. في الاتجاه الذي يعني فخامة الرئيس والتيار الوطني الحر ورئيس التيار الوطني الحر، واضح أنه هذا الموضوع غير مؤثر، وقالها الوزير باسيل في الإطلالة ما قبل الأخيرة له على وسائل الإعلام بأنه لا نخاف العقوبات، وإذا كانت العقوبات ستأتي على خلفية مواقفنا الوطنية ومواقفنا خاصة تحالفاتنا الداخلية فيعملوا عقوبات قد ما بدهم. هذا من ناحية. عامر الفخوري من ناحية ثانية الخلاف على تشكيل وفد المفاوضات وقت اللي كان لحظة إذا تسمحوا، وقت اللي كان رئيس الجمهورية قبل ما عمل رئيس الجمهورية بال 2006 وكان كل الدنيا عليه وحرب تموز دايرة، رئيس الجمهورية أخذ الموقف اللي أمناه عليه ضميره مخافة من العقوبات ومخافة التصفية الجسدية اللي كانت بوقتها هدت فيها. فهذا الموضوع من هذه الناحية. من الناحية الأخرى أنا لا أعتقد أنه في حدا قادر ينطق بموقف وينسبه لحزب الله إلا هني، وبالتالي تأكيدا على هذا الشيء، حزب الله اللي بيعتبر أنه الموجود في بعبدة هو جبل وهو يطمئنهم وأنه هني يديرون له ظهرهم مطمئنين وقريري الأعين، لا يمكن أن يتهموا فخامة الرئيس بهذا الموضوع. وإذا كان هذا الشيء صحيح فأعتقد أن هذا آخر ما يمكن أن يكون في لبنان. فهذه بس اقتضاء التوضيح لألا. وهون بدي أقول أنا أيضا أنه التيار الوطني الحر وحزب الله برغم من هذا التفاهم المعقود منذ عام 2006 هن مش نفس خطب الأصل عن بعض، والتباين في كثير من الملفات واضح بيناتنا على المستوى الداخلي وعلى المستوى التشريعي، وفي بعض الملفات الحكومية أيضا كان في تباينات كبيرة، وكنا نقول هذه التباينات تؤكد أننا لسنا نسخا عن بعضنا، وبذات الوقت كل فريق عنده هامش الحرية ليقارب الأمور كما يراها وفق قناعته السياسية. واضح هذا الموضوع واضح سواء كحزب الله أو التيار الوطني الحر. هذا من ناحية حبيت أنا أكد عليها. أوكي بدي موضوع الاستشارات، هل موقفكم كان هو الدافع لأن يؤجل رئيس الجمهورية الاستشارات لأن الرئيس بري هو ضد التأجيل ولو ليوم واحد؟ أولا هون في شيء أساسي كمان، مين اللي صرح رسميا أنه موقف التيار الوطني الحر يتجه إلى إيداع أصواته فخامة رئيس الجمهورية؟ أيضا لا أحد. هذا تحليل نحن اللي منأكده أنه
لن نسمي سعد الحريري رئيسا للحكومة، نعم، لكن لم نصرح بأكثر من ذلك. فبالتالي تحميلنا هذا الموضوع في شغلتين يجب النظر إليهم. أولا أنه الأجوبة تؤخذ منا ببياناتنا الرسمية أو بمصادرنا الرسمية واللي هي لجنة الإعلام في التيار الوطني الحر أو البيان الرسمي الذي يصدر عن تكتل لبنان القوي. هيدا من ناحية. اثنين، الخوف بأنه اليوم إذا ما كنا بدنا نمشي لأنه مش مقتنعين بشيء معين، البعض يحاول أن يجهز لنا اتهامات بمحاولة يعني معركة سياسية إضافية علينا. فهذا الشيء أيضا غير صحيح، أنه نحن أعلننا شيء معين وعلى أساس رئيس الجمهورية. بس ما كان في اتجاه سعادتك، لأنه سربت معلومات بتقول أنه بلا اتجاه التيار تكتل لبنان القوي هو لوضع الأسماء الأسم لدى رئيس الجمهورية تسمية بعهدته. ما كان في هيك جو، وقيل أنه بلا طرحت الفكرة باجتماع التكتل ولم تحسن. باجتماع التكتل من ناقش من أقصى يمين الفكرة إلى أقصى يسارة، يعني مثل ما بيقول الرئيس بري وقت يكون في اقتراح ويصير في مناقشات كثيره حوله بنقول نذهب الى الحد الاقصى. نحن بنذهب للحد الاقصى يمينا وصولا للحد الاقصى يسارا. هذا طرح موجود بالنقاش، وبالتالي نطرح كل الامور. يعني طرحته ناقشته كل الامور. نحن نطرح كل الامور بطبيعه الحال. نحن كتله كبيره فيها نواب يعني يتعاطون بالشان العام منذ زمان طويل، وفي ناس كان وزراء سابقين تطرح الامور وفق نظره سياسيه وفق تحليل وفق قناعه وفق راي، وفي النهايه ناخذ القرار الذي يجب ان ناخذه. فبالتالي تحميلنا مسؤوليه هذا الموضوع هذا غير صحيح وغير دقيق ومرفوض اصلا. ثلاثه، فيما يتعلق بموقف الرئيس بري إيه؟ انا شخصيا ما بعرف، يعني كل اللي عرفني انه مصادر عين التيمي تقول، ما بعرف قديش كمان دقيقة هذه المصادر، ولكن بغض النظر عن هذا الجزء إذا كان دقيق أو غير دقيق، أنا بدي أقول شيء. هذا الشيء أو هذه الصلاحية هي صلاحية معقودة لفخامة رئيس الجمهورية، وهي قد تكون من فتات الصلاحيات التي تبقت له بعد اتفاق الطائف. وأكثر من هيك بقول لك قد تكون يعني سقطت سهوا لأنه ما حدا منتبه لها بوقتها، وإلا كانت قدمت من ضمن الصلاحيات التي قدمت. وبالتالي طالما هذه الصلاحية معقولة وطالما رئيس الجمهورية هو الذي يتلقى إراء واتصالات الكتل النيابية وهو الأمين على الدستور والذي أقسم يمينه الحفاظ عليه، فهو يأخذ القرار الذي يراه مناسبا للتسهيل وليس للعبقري. طيب سعادتك، يعني الرئيس بري بحسب المعلومات هو ضد التأجيل ليوم واحد، يعني ولا تعتقد أنه حزب الله كمان يصب بموقف الرئيس بري؟ وهل نحن على خلاف أوسع وأوسع ما بين الثنائي الشيعي وقصر بعبدة وتكتل لبنان القوي؟ وين حزب الله برأيك بهالمعادلة؟ وهل مظبوط أنه كان في مساعي أن يدخل حزب الله ما بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل أنه تتزبط الأمور قبل بكرة؟ يعني أنا فيني أكد لك العكس بهذا الجزء. تقلك ليه؟ لأنه واضح حد هذه اللحظة أنه كتلة التنمية والتحرير برئاسة دولة الرئيس نبيه بري تتجه إلى تسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة العتيدة، ولكن حزب الله لن يسمي سعد الحريري. بس ما حسن بعد موقفه، لنكون واضحين، قال يعني كل المصادر بتقول انه كان في ايجابيه بس لم يحسم انه هو لن يسمي سعد الحريري. انا ساسلم جدلا ان هناك ايجابيه لكنه لم يحسم. طيب اذا هو الذي لم يحسم قراره هو الداخلي بده يجرب يفوت بيننا وبين الحريري تخلينا نحن نحسم امرنا ونصوت للحريري، كيف هذا الحكي اذا هو مش حاسم لحاله؟ فخلينا نروق شوي بهذا الظرف الدقيق. اليوم الاتجاه الى التهدئه، الاتجاه الى البناء على اساس القواسم المشتركه، على اساس مواجهه الازمه الكبيره بمزيد من الاتحاد ومزيد من التفاهمات. وانا بقول لك اليوم برغم الخلاف يمكن السياسي او ببعض التموضع او بوجهات النظر الكبيره بيننا وبين تيار المستقبل، اليوم كان في لقاء مع وفد تيار المستقبل وكنت انا من ضمن وفد التيار الوطني الحر وتكتل لبنان الاول. ف بغض النظر عن الجزء المتعلق بالسياسي كان في تفاهم على طريقه عمل اذا بدك بموضوع البرنامج الحكومي، على موضوع التعاون التشريعي لاقرار
سلة القوانين أو اقتراحات ومشاريع القوانين المطلوبة من أجل الدفع قدما لمواجهة الأزمة الاقتصادية وإعادة استنهاض الوضع. طيب بس سعادتك، لأنه نظرا بس لضيق الوقت، يعني بتعتبر أنه حزب الله لا يماشي الرئيس بري بموقفه بموضوع تأجيل الاستشارات لأنه ما كان رح يسمي سعد الحريري مع حفظ الألقاء؟ أنا ما في أقول شو موقفه لحزب الله بهذا الموضوع، ولكن أنا بجاوب على قد ما أنا بخصني هذا اللي بخصني أنه حزب الله مش عم بيحمل محاولة حتى نسمي سعد الحريري طالما هو لم يحسم أمره، وهذا شيء بديهي وتلقائي وطبيعي. حزب الله ولا مرة سمى الحريري، بس كان ماشي بتسويات معه يا سعادة النائب. فعال عظيم، يعني زادتني رغبة أنه يعني تأكيد أنه هو لن يسمي الرئيس الحريري، هذا ما تريد. الحريري ما في يلعب دور ويقول بيطلع أنت سمي الحريري، يعني يقول هذا تأكيد أنه لن يسمي الرئيس سعد الحريري ولا مرة مسميه. صح صح، بس عم حلفاء الحزب بسموه. عظيم عظيم، لكن هو ما في يطلب مني اطلع انا سمي سعد الحريري، هو ما بده يسميه. احنا ما عم نقول طلب منك، نحن عم نقول هو عم يشتغل على وساطه بينكم وبينه، وهيدي مش اول مره بتصير. على كل حال، الا اذا انا جديد جاي على السياسه او حضرتك. لا انا جديد وما بعرف بالنسبه لك انت شو اذا اوكي ولا طيب لا. اوكي بنرجع للوقائع، دائما حزب الله هو اللي بيعمل وسيط بين التيار الوطني الحر والحريري. لا مش هالقد ما كان في وساطه سعادتك، ما كان في وساطه بالساعات الماضيه. بعد امبارح سعد الحريري، تيار سعد الحريري يا عزيزي، بيتمنى حزب الله وجماعه حزب الله ان المغتالين لبي، وطول بالك علي، اي محاولات بيعملها بين سعد الحريري روح شوي، بيعمل محاولات بيننا وبين بري يمكن، بس طولي بالك على هذيك النقطه. على اي نقطه؟ ما سمعت سعادتك. لا لازم اسمع لحتى رد. عم بيقول انه الحزب الله يعني ما راح يعمل هذه الوساطات، يعني وبعده عم بيقول انه كان مختل وبيو للرئيس سعد الحريري، يعني مش هالقد بدك تطول بالك، ومش هذا الحزب اللي ليش اللقاءات مع الخليلين والتسويه ومحاولات استنهاض التسويه. بس استزراب، شو نحن مش عايشين بالبلد؟ سؤال سعادتك، يعني بتقول بس تاختم انه موقف حزب الله يتمايز عن موقف الرئيس بري بموضوع تاجيل الاستشارات؟ انا ما عندي علم بهذا الموضوع اذا بيتميز ولا لا، ما عندي. ما في شيء احكي عن حزب الله، هذا موضوع هن بيقرروا وين بيصرفوا اذا هن. اوكي، ما كان في مساعي للدخول على خط تسويه بين ميرنا الشلوحي وبيت الوسط من قبل حزب الله تحديدا؟ لا باكد هذا الموضوع. شكرا لك النائب جورج عطلة على هذه المداخلة. يعني بعد معي شوية وقت وبعد عندي ضيف عبر سكايب، ولكن كان عم بيقول النائب جورج عطلة، ويبدو فعلا انه مزبوط، الحزب ما بيسمي الرئيس سعد الحريري. ما انا قلتها باول الحلقة. لا بس لك شيء مزبوط قلتها، بس انا بدي اقول لك مصادر كانت معولة حتى في مصادر في المستقبل انه هالمرة يسمي الحزب الرئيس سعد الحريري. قلت لك اذا سمى الحزب الحريري بيكون عم بيسلفه بالتكليف وبده يتسلف منه بالتكليف. مين قال؟ ما حدا قال. ما هلا عم بيقول حتى ولو النواب ما عندهم اي اذا عم بتقول في تواصل بين حزب الله والتيار، يعني عندهم اجواء ماذا سيفعل حزب الله؟ نحن بنعرف انه حزب الله دائما، خليها تكون واضحه، اوكي، حزب الله لا يسمي رئيس للحكومه الا حليفه. الاستثناء الوحيد الذي حصل هو مع مصطفى اديب استجابه للمبادره الفرنسيه. نرجع نقرا تاريخ تشكيل الحكومات وبنرجع بنحدد. هلا اذا حزب الله كان بده ياخذ قرار تحولي بالنسبه لتسميه الحريري غدا، هو الاستثناء وليس عدم تسميه الحريري هو الاستثناء. يعني حزب الله بيعقد التسويه مع الحريري، يدفع حلفائه الى التصويت للحريري، يؤيد التسويه بين حلفائه وبين الحريري وهو لا يسميه. هيدي صارت بعدد من الحكومات، اربع حكومات شكلها سعد الحريري. طيب وكانه هلا افهم من كلامك انه بتقول انه لانه ما مش بدك الخلاصه؟ ايه بدي خلاصه. الخلاصه انه سعد الحريري كان رح يتكلف بكره. اوكي. في مشكله ثانيه، إيه؟ انه التيار الوطني الحر يرفض تكليف الحريري، استخدموا الورقه التي بيد رئيس الجمهوريه
لتعطيل الاستشارات وتأجيلها لتأجيلها. بس عم بيقولوا هو حين انه ما حدا صرح وفعلا ولا استجابة الوطني الحر يعني يقول انا بجورج عطله نحن لا قلنا ولا كان شو بدي شيليها كيف بدي شيلها ما هيدا عم بتقولوا هيدا الاساس اللي كان هيدا ما قلته هلا هيدا قلته قبل هلا عم بحكي بشيء ثاني لحظه اوكي اوكي تيار الوطني الحر رفض الحريري ما هيك صح ما اعلن انه بده يسميه لا ما حنسميه طيب. بطبيعه الحال لما التيار الوطني الحر يرفض هيدا الشيء رئيس جمهورية رح يرفض صحيح هلا انت كيف اخذت يعني عم بحكي بالسياسه انا لا هاي ما فيك تجي تقول انه لما التيار لا لما التيار بيرفض ليش يعني شو ما فهمت انه بيبين روحي يعني لا انه جبران باسيل بياخذ قرار ورئيس الجمهوريه بيكون اخذ قرار ما فيك تبني على افتراض معارض شيء افتراض طيب هيدا رايي افتراضي طيب هيدا رايي رح سلم جد رايك وامشي أوكي. معك اوكي ماشي لما اجى الحريري رح يتكلف اوكي اوكي أيه. هناك صلاحيه لرئيس الجمهوريه استخدمت أيه. بتاجيل الاستشارات لافساح المجال امام مفاوضات بين سعد الحريري وجبران باسيل لان جبران باسيل يرفض تكليف الحريري برئاسه الحكومه يعني بعدك عند رايك المعادة. ممكن يكون امام تسويه بين الرئيس الحريري لك ما بتتشكل الحكومه باسيل. بالبلد بدون تسويه اوكي هيدا لبنان من. بلد التسويه الحريري ما معه اكثريه نيابيه منين بده يجيبها يا بده يتفق مع جبران يا بده يعتزل يلا خلينا ننتقل الى النائب فيصل الصايغ عضو اللقاء الديمقراطي اهلا وسهلا فيك كمان عبر هواء الاو تي في يعني السؤال البديهي سعادتك ما الذي حصل اهلا وسهلا برايك لحتى تتاجل الاستشارات علما انه سمعنا التيار الوطني الحر على لسان النائب جورج عطله انه هن ما قالوا ولا يعني حدا منهم صرح رسميا انه هيك هيدا هو التوجه لهم شو قراءتك يعني صراحه نحن اليوم عم نشهد عرف جديد للاسف يعني عم نشهد عرف جديد عم ينضاف على اتفاق الطائف وعم بيكون كعبء على اتفاق الطائف يعني فخامة الرئيس كان ممكن ما يحدد الاستشارات الملزمة أما وقت حددها كان ممكن يأخرها سلفا أما وقت حددها يفترض نروح على استشارات ملزمة بكرة موضوع كتلة التيار الوطني أنه بدها تفوض رئيس جمهورية تترك للرئيس سعد حريري يعتذر مثل ما اعتذر والده الشهيد بأيام الرئيس لحود علما انه اليوم نحن فخامة الرئيس هو القائد الفعلي للتيار الوطني الحر وهو الاب الروح للتيار الوطني الحر فكان ممكن دستوريا لا هيدا عرف جديد كان عرف جديد التيار الوطني لما يدخل على الاستشارات مع فخامة الرئيس كان ممكن انه يحكوا يفوتوا على اساس تفويض ويطلع على اساس تسميه اذا فخامة الرئيس مقتنع بهذه التسميه وبده يسهل الامور وبده يمشي البلد اما دستوريا بيقدر عند تشكيل الحكومه ما يوقع المرسوم يعني كان اللي عم بيصير اليوم يفترض يصير بمرحله التشكيل مرحله لا سيما انه الدستور واضح بانه بده تنسيق مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس النواب واضح من تعليقاته اليوم انه منهم موافقين على هذا التاجيل فانا نحن راينا كان لازم ينراح على الاستشارات الملزمه رئيس سعد الحريري عنده حريه الاعتذار اذا ما ارتاح لموقف التيار الوطني رئيس الجمهورية قادر يقلب موقف التيار الوطني ويطلع التيار من عنده مقتنع بأنه لا التسمية ستحصل أو لن تحصل شيء تاني وإذا بده يمارس صلاحيته فهمت رئيس بيمارس بالتوقيع بعدم التوقيع عند التشكيل بس أنتم سعادتك لقاء ديمقراطي حزب اشتراكي يعني ما كنتم حمسين للرئيس سعد الحريري لا بل هاجموا وليد جنبلاط مع حفظ الألقاب يعني بكل السهام رماها وليد جنبلاط بوجه الرئيس سعد الحريري وحتى رفض استقبال وفد المستقبل وقال له توجه له قال له أنه إذا أنت سياسي يعني حضرتك سياسي كيف بدك تعمل حكومة اختصاصيين الوزراء من الملايكة شو عدا ما بدأ وبدلته الرئيس وليد جنبلاط هاجم كل ما يجري كل ما يجري في البلد الحريري. ومن ضمنه ما كان يجري بموضوع الحكي عنه انما تم اتصال قبل الرئيس سعد الحريري شرح وجهه نظره من الواقع الحكومي واكد على عمق العلاقه مع الرئيس وليد جنبلاط وحرصه على الشراكه الفعليه مع الحزب التقدم الاشتراكي بالمرحله المقبله خلينا ما ننسى انه نحن امام استحقاقين اللي هن المبادره الفرنسيه وترسيم الحدود وهل الاستحقاقين بدهم حكومه باسرع وقت ممكن حكومه
تقوم بمهمتها حكومه اصلاحيه، حكومه نعم اخصائيين، نحن لازلنا معه. نحن يعني رضي وليد جبلات بمجرد اتصال سعادتك؟ لا لا يبدو لا مش مجرد هناك اتصال. من يقول انه اخذ حصته لحتى رضي واتفقوا ومش الحال. ما فتنا لا بالمحاصصه ولا بالتشكيل الحكومه، نحن تجاوبنا مع المبادره الفرنسيه، مثل ما بتعرفي صار اتصال من مستشار رئيس فرنسي بوليد بيك وباخرين بمعظم قوى اللبنانيه، فنحن امام تفعيل المبادره الفرنسيه وضروره انجاحها كخط دفاع اخير عن لقمه عيش اللبنانيين وعن نظامنا الاقتصادي المالي اللي انهار. فامام هذه المبادره وامام ما انه نحن اليوم امام مرشح وحيد، يعني طب اجلنا جمعه، في مرشحين اخرين؟ مع ان نحن امام مرشح وحيد نحن وغيرنا. خلي يكون الصراع بكره على كيفيه تشكيل الحكومه والاصرار انه تكون حكومه اخصائيين. بس ما طلب رئيس الحزب التقدم الاشتراكي علنا بوزاره الصحه وسمى الصديق يعني والنائب بلال عبد الله وزير، وحتى وليد عمار يعني وسمى طرح ثلاث اسماء وليد. هودي كانوا كمثل، عم نحكي كمثل بالشراكه، انه نحن اذا بدنا نعمل حكومه للمستقبل يكون فيها شراكه حقيقيه لكل القوى السياسيه وحكومه تكنو سياسيه وليست اخصائيين، مع انه نحن ضده، نحن بنفضل حكومه اختصاصيين فقط. كان هذا الطرح بيحكي انه في كفاءات بالحزب التقدمي الاشتراكي، وانما هذا حديث ياتي بعد التكليف، يعني هذه مهمه رئيس الحكومه المكلف انه بالتعاون مع رئيس الجمهوريه يوصلوا لهذه الاستنتاجات بموضوع تشكيل الحكومه. معك بس بسؤال، كان توجهكم تسموا سعد الحريري، صحيح الرئيس سعد الحريري؟ صحيح صحيح. أوكي. شكرا لك على هذه المداخله، شكرا. معي بعد دقيقه واحده، يعني ما صح لنا نحكي لا ترسيم ولا امور مهمه جدا، كيف شايف المشهد الحكومي بالاسابيع المقبله؟ يعني احنا وين رايحين؟ ستستمر اذا ما اصر الرئيس الحريري على مبادرته، ستحصل اتصالات ولقاءات حتما، سيحصل تواصل بينه وبين الوزير جبران باسيل بشكل او باخر لامكانيه التفاهم. اعتقد التشكيل سيكون معقدا جدا الى مرحله لاحقه، سيكون الحريري امام خيارين، اما تقديم كل التنازلات المطلوبة وأما قلب الطاولة بتشكيل حكومة من مستقلين بحالنا للتكليف الأسبوع المقبل واستمر بمبادرته، تشكيل حكومة على ذوقه ربما بياخذ أسامي الوزراء الشيعة ويذهب بها إلى القصر الجمهوري. بس وزراء الشيعة بياخذ ربما هيدي قراءتي، كتبها بمقالك صحيح؟ صحيح. وبيقدم هذه التشكيلة إلى رئيس الجمهورية إما يقبلها أو يرفضها، بحال رفضت التشكيلة يستعيد بعض الشعبية، يستعيد معنويا وسياسيا صلاحياته وإلى ما هنالك. المسألة اللبنانية أبعد من تشكيل حكومة، الأزمة الاقتصادية أبعد من تشكيل حكومة، نعيش عصر تحولات، عصر التطبيع مع إسرائيل، المشهد الذي اتخذ اليوم أريد له أن يكون في هذا الركب ويقال أن لبنان وسوريا سيكونان في السنتين المقبلتين على هذا الطريق، أي طريق نفطي أو خط غاز سيتخذ لبنان، إسرائيل أما تركيا، هنا الصراع، هنا المبدأ، أو مصر والعراق والأردن، نحن بحرب خطوط الغاز والنفط، لن تحل الأزمة اللبنانية قبل بلورة حلول هذه الخطوط. لازم حلقة مفصلة على موضوع المفاوضات لأنه اليوم اشتبكت كل الأمور. أنا بدي أشكرك على حضورك، شكرا على هذه الحلقة وسهل. وشكرا مشاهدينا على حسن المتابعة، وبدي أسلم الهواء لبرنامج على المكشوف.